لأن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نبداو حصة أخرى من حصص الدعم عن بعد. إذا هذه الحصة تتعلق بالوزن والوزن والكتلة، متفقين؟ الوزن والكتلة، وغادي ننطلقوا إن شاء الله من هذه الوضعية هذه اللي عندنا كما كتلاحظوا. إذا هذه الوضعية شنو كتبين؟ تبين شخص يقف على ميزان. إذا السؤال اللي كيتطرح السؤال المحوري، ماذا يقيس هذا الشخص؟ هل يقيس وزنه أم كتلته؟ سؤال محوري. الشخص الذي يوجد فوق الميزان ماذا يقيس؟ هل يقيس وزنه أم كتلته؟ فمن طبيعة الحال الإجابات متعددة على هذا السؤال. هذا هناك من يجيب، هناك من المتعلمين من يجيب بالكتلة، وهناك من يجيب بالوزن، وهناك من يقول لا فرق بينهم، فهو يقيس الكتلة والوزن، الكتلة هي الوزن. طيب، إذن لكي نجيب على هذا السؤال، يعني ماذا يقيس هذا الشخص، هل الوزن أم الكتلة؟ إذن ننطلق من أمثلة بسيطة جدا من الحياة اليومية. إذن شنو غادي ناخذ؟ غادي ناخذ مجموعة من الأجزاء طيب مختلفة، مثلا أقلام، أجسام مختلفة، طيب كتاب إلى آخره، نرمي بهذه الأجسام إلى الأعلى. طيب ماذا يحدث؟ إذن لا شك من البديهي أن كل جسم يصل إلى ارتفاع معين ويسقط على الأرض، كيرجع يسقط على الأرض. إذا شنو هو السؤال اللي كيتطرح بخصوص هذا المثال؟ السؤال المحوري اللي كيتطرح هو بديهي عادي، ما سبب سقوط هذه الأجسام؟ لماذا هذه الأجسام تصل كل واحد منها يصل إلى ارتفاع معين ويرجع إلى الأرض؟ إذا ما سبب سقوط هذه الأجسام؟ إذا سبب سقوط هذه الأجسام سؤال يعني بديهي. إذا لأن الأرض تطبق قوة على هذه الأجسام، وهذه القوة هي قوة عن بعد موزعة. إذا سبب سقوط هذه الأجسام، يرجع سقوط هذه الأجسام إلى وجود قوة تطبقها الأرض على هذه الأجسام، وهذه القوة التي تطبقها الأرض على هذه الأجسام هي اللي كنسميوها الوزن. متفقين؟ إذا شنو هو الوزن؟ الوزن وزن واحد الجسم، مثلا وزن القلم. شنو هو وزن القلم؟ هو القوة التي تطبقها الأرض على هذا القلم. عندما نطلق هذا القلم فالأرض تطبق عليه قوة فيسقط، هذه القوة هي التي نسميها وزن القلم. إذا الوزن هو عبارة عن قوة عن بعد موزعة تطبقها الأرض على هذا الجسم. إذا غادي نشوفوا تعريف ونرجع. إذا وزن الجسم، غادي نشوفوا شنو هو التعريف، نحاول نكتبوا التعريف اللي قلنا قبل قليل. إذا شنو هو التعريف؟ وزن الجسم، وزن الجسم، وزن الجسم هو قوة عن بعد موزعة، هو قوة عن بعد موزعة تطبقها الأرض على هذا الجسم، على هذا الجسم، ويرمز لها ب بي متجهة، لأنها قوة والقوة دائما يرمز لها بحرف أو سهم، يعني متجهة. القوة دائما كرمز لها إما بآر متجهة أو تي متجهة أو أف متجهة. هنا الوزن دائما نرمز له ب متجهة. إذا أردتم بالكم القوة الوحيدة اللي ما كنغيروش لها الرمز هي
وزن الجسم، يعني هي القوة اللي كتطبق الأرض على الجسم. إذا غنشوفوا مميزات وزن الجسم، ثانيا مميزات وزن الجسم. مميزات وزن الجسم يعني مميزات بي. إذا المميزات غادي نشوفوها انطلاقا من واحد المثال. شناهو هذا المثال؟ هذا غادي ناخذ كرة معلقة بواسطة خيط، الخيط مشدود إلى حامل، دونك هذا حامل، وهذا خيط، وهذه كرة، إذا كل قوة بما أن الوزن فهو عبارة عن قوة، وكل قوة لديها مميزات، إذا أول مميزة هي نقطة التأثير. ثم خط التأثير، ثم المنحة، وأخيرا الشدة. إذا نقطة التأثير، شنو هي نقطة التأثير؟ إذا كيف هي قوة عن بعد؟ دائما في الدرس السابق ملي كنقول مثل قوة عن بعد، فكناخذوا ملي كتكون قوة عن بعد، قوة عن بعد دائما تكون موزعة، كناخذوا نقطة التأثير هي مركز ثقل، ومركز ثقل نرمز له بالجي. كل جسم عنده واحد نقطة تسمى مركز ثقل، ومركز ثقل نرمز له بجي. إذا فنقطة التأثير هي مركز الثقل، مركز الثقل، ومركز الثقل نرمز له بجي. إذا كاين شنو هو الفرق بين مركز الثقل والمركز الهندسي ديال الأجسام؟ إذا غادي ناخذ مثال بسيط جدا باش نحاول نعرفوا من خلاله، نحاول نفرقوا ما بين مركز الثقل والمركز الهندسي للأجسام. إذا غادي ناخذ قرص، متفقين؟ قرص، وهذا قرص متجالس. شنو هو قرص متجالس؟ قرص متجالس هي اللي كتكون فيه الكتلة موزعة بشكل منتظم، يعني توزيع الكتلة فيه بشكل منتظم. هذا القرص غناخذو بلاستيك، متفقين؟ قرص من البلاستيك. إذا فهذا القرص من البلاستيك، شنو هو المركز الهندسي ديالو اللي كتعرفو في الرياضيات؟ هو هذا المركز نرمز له ب O. شنو هو مركز الثقل؟ مركز الثقل هو جي. وهنا في هذه الحالة كيكون عندنا المركز الهندسي مطابق، يعني منطبق مع مركز الثقل، نفس النقطة. نشوفوا حالة ثانية، غادي ناخذ الآن غادي ناخذ هذا القرص، ولكن نصفه بلاستيك ونصفه حديد، متفقين؟ هذا القرص النص ديالو بلاستيك والنص ديالو حديد، متفقين؟ إذا فهذا القرص غير متجانس، يعني توزيع الكتلة فيه غير منتظم، لأن نصفه بلاستيك ونصفه حديد. إذا المركز الهندسي غيبقى بلاصتو، يعني فين كان أو، ومركز الثقل غادي يكون في من جهة الحديد، باقي يقدر يكون هنا مثلا شيء، غيكون المهم غيكون من جهة الحديد. إذا من هنا شنو كيتبين؟ كيتبين بالنسبة للمركز الهندسي كيتعلق بالشكل، ومركز الثقل كيتعلق بالكتلة، ولكن في حالة الأجسام اللي عندها شكل هندسي بسيط، بحال اش؟ بحال الكرية، بحال القرص، بحال المكعب، بحال متوازي المستطيلات إلى آخره، اللي عندها شكل هندسي بسيط، والمتجانسة، الأجسام المتجانسة، كيكون مركز الثقل هو المركز الهندسي. إذا بالنسبة للأجسام المتجانسة ذات أشكال هندسية بسيطة، هنا كيكون الشكل الهندسي هو عفوا المركز الهندسي هو مركز الثقل. وهذا السنة إن شاء الله في كاتريام أني راه عندكم فقط الأشكال الهندسية البسيطة اللي عندها المتجانسة، اللي عندها شكل هندسي بسيط وتكون متجانسة. السنة المقبلة إن شاء الله غادي ما يبقاش عندكم الأجسام اللي هي متجانسة، وبالتالي غادي نحاول نقلبوا على مركز الثقل بواحد العلاقة كتسمى العلاقة المرجعية، متفقين؟ غادي نشوفوها في الرياضيات. إذا غادي نحاولوا نديروا المميزات انطلاقا من هذا الشكل. إذا خط تأثير، إلا بغينا نعرفوا خط تأثير، إذا الجي كاين هنا،
اذا بغينا نعرفوا خط التاثير كنشوفوا اين يتم التاثير. اذا قطعنا هذا الخيط فهذه الكره تسقط، هذا هو سطح الارض، هذا سطح الارض. اذا الكره تسقط وتسقط راسيا، اذا خط التاثير سوف يكون المستقيم الراسي، وكنا خط التاثير دائما المستقيم يمر من نقطه التاثير، نقطه التاثير هي شيء، اذا المستقيم الراسي ما من شيء، المستقيم الرأسي المار من الجي. الملحة طبيعة الحال فالكرة تسقط نحو الأسفل، إذا من الجي نحو الأسفل. والشدة، الشدة فهي تقاس بواسطة، تقاس بواسطة جهاز الديناموميتر، تقاس بواسطة جهاز الديناموميتر، ويرمز لها ببي ويعبر عنها بنيوتن، لأنها قوة، والقوة بما أن القوة نرمز لها بمتجهة والشدة نرمز لها ببي ولكن دون متجهة، وبما أنها قوة فالوحدة ديالها العالمية تكون هي النيوتن. إذا بالرجوع إلى الوضعية، ماذا يقيس هذا الشخص؟ أولا نحاول نمثلو بيك، إذا بي غتكون من جي نحو، من جي نحو الأسفل، إذا بي غتكون هكذا، إذا بي غتكون من جي نحو الأسفل، هنا مثلتها دون اعتبار سلم لأن ما عندي شيء الشدة، متفقين؟ فوالا. إذا بالرجوع إلى الوضعية، الشخص الذي يقف على ميزان، متفقين؟ هذاك العدد المسجل في الميزان، شنو الوحدة ديالو؟ بطبيعة الحال الوحدة ديالو هي الكيلوغرام. و الوزن نقيس شدته بنيوتن، اذا الرقم المسجل في الجهاز بالكيلوغرام، اذا فهذا الشخص لا يقيس الوزن، بل هو من هنا كيتبين انه يقيس الكتله، والكتله سبق وان درسناها في السنه الاولى، فالكتله هي مقدار فيزيائي قابل للقياس نرمز لها بام، والوحده ديالها هي كيلوغرام. اذا هذا الشخص لا يقيس وزنه بل يقيس كتلته، متفقين؟ إذا من هنا لاحظت الفرق ما بين، لأن الكثير من عندما يقف شخص فوق ميزان يقول أنا أقيس وزني، لا خطأ، أنا أقيس كتلتي، لأن الميزان يقيس الكتلة ولا يقيس الوزن. طيب شنو هو الوزن؟ الوزن هو قوة كتطبق الأرض على الجسم، إذا الوزن ديالي هو القوة التي تطبقها علي الأرض، طيب ونرمز لها ب بي. إذا قلنا لاحظت من خلال الفقرة الأولى نلاحظ أن هناك خلط ما بين الوزن والكتلة، فالمتعلمين والعامية كيخلطوا ما بين الوزن والكتلة، وهذا الخلط لماذا يرجع هذا الخلط؟ ما سبب هذا الخلط؟ سبب هذا الخلط هو أن ما بين كاين ما بين الوزن والكتلة واحد العلاقة، هذه العلاقة بطبيعة الحال هي علاقة رياضية، العلاقة الرياضية كاينة بين شدة الوزن ب والكتلة ام. علاش كاينة بين شدة الوزن؟ لأن الوزن فهو قوة لا يقاس، بل اللي كنقيسو كنقيسو الشدة ديالو، إذا هذه العلاقة كاينة بين شدة القوة و عفوا شدة الوزن والكتلة. إذا هذه العلاقة إلا ما فهمناهاش مزيان، يعني الأغلبية ما فهمش أن كاينة علاقة ما بين شدة الوزن والكتلة، وبالتالي كيخلطوا ما بين الوزن والكتلة. وأنا أعطيكم مثال بسيط جدا، ناخذ مثلا درجة الحرارة والحرارة، إذا درجة الحرارة والحرارة بيناتهم واحد العلاقة، وهذه العلاقة إلا ما فهمناهاش مزيان كنولي عندنا الحرارة هي درجة الحرارة، يعني كيولي عندنا الخلط بيناتهم سهل بسيط جدا أنا خلطوا بيناتهم، ولكن إلا فهمنا العلاقة مزيان اللي كاينة بيناتهم هنا كنوليو نفرقوا بيناتهم. نفس الشيء بالنسبة لشدة الوزن والكتلة. إذا حنا في هذه الفقرة الثانية خصنا نقلبوا على نحاولوا نبحثوا على شنو هي العلاقه ما بين شده الوزن والكتله، انطلاقا من النشاط التجريبي اللي عندنا بالصفحه 120، تلقينا هذا الكتاب المدرسي الصفحه 120. اذا شنو هو النشاط التجريبي؟ شنو غادي نديروا؟ غادي ناخذوا اجسام، اربعه اجسام ا بي سي دي، هاد الاجسام غنقيس الكتله ديالها وغنقيسوا شده الوزن، لان باغي نوجدوا علاقه ما بين شدة الوزن والكتلة، إذا خاصنا نقيسوا الكتلة ديال هاد الأجسام ونقيسوا كذلك شدة الوزن، شدة الوزن غنقيسوها بالديناموميتر، متفقين؟ سنعلق هذه
لاحظوا معايا جسم او بي و سي خديتهم على شكل كتل معلمه 50 غرام 100 غرام 200 غرام 500 غرام. اذا هادو سميتهم الاول سميتو ا الثاني بي سي و دي. علاش خديت كتل معلمه؟ باش ما نحتاجش الميزان. الا خديت اجسام اخرى غادي نحتاج الميزان، والميزان يجب ان نقيس الكتله، وبالتالي خديت كتل معلمه فقط للتبسيط باش بلا ما نحسب الكتله، لان الكتله يعني معلمه هنايا توجد على الكتله المعلمه. اذا شنو غادي ناخذوا؟ غادي ناخذوا هذه الكتل ونعلق كل كتله بواسطه ميزان. لاحظوا هنا الكتله ام، اذا هنا باش نقيسوا شده الوزن سنعلق هذه الكتله بدينامومتر، ويشير الدينامومتر الى شده القوه شده وزن الجسم. هنا راه عندنا هذه الكتله المعلمه راها في توازن تحت تاثير قوتين، القوه المطبقه من طرف الدينامومتر والوزن، يعني القوه اللي كتطبقها الارض وزن الكتله، الى انه كما شفنا في الدرس يعني السابق ان عندما يكون الجسم خاضع لقوتين فان لهاتين القوتين نفس الشده، وبالتالي فالدينامومتر يشير الى شده القوه المطبقه من طرف الدينامومتر، وشده القوه المطبقه من طرف الدينامومتر تساوي شده يعني شده الوزن. اذا غادي نحاولوا نملؤوا هذا الجدول، متفقين؟ اذا غادي نحاولوا نملؤوا هذا الجدول. اذا الجدول غادي نديروا هنا الاجسام ا بي سي دي كما شفنا في التجربه. اذا هنا الكتله ام بالكيلوغرام، دونك هنايا لاحظوا الكتله اللي خدينا 50 غرام، 50 غرام خصنا نحولوها لكيلوغرام، تعني خصنا نقسموا 50 على 1000 غتعطينا 0.05، ثم 100 غرام غتعطينا 0.1، 200 غرام غتعطينا 0.2، و 500 غرام غتعطينا 0.5. اذا شده الوزن قسنا شده الوزن بالنسبه لكل، هنا لقينا 0.5، هنا لقينا 1، وهنا لقينا 2، وهنا لقينا 5. اذا النسبه، عفوا هنا النسبه بي على ام، نسبه بي على ام بالنيوتن، بي بالنيوتن وام بالكيلوغرام، متفقين؟ اذا هنا غادي نلقاو 10، نلقاو هنا 10، وهنا 10، 1 على 0.1، هنا 2 هي 10، وهنا 5 على 0 هي 10. إذا كنقسموا الأعداد ديال السطر الثالث، يعني السطر الأول السطر الثالث مع السطر الثاني، يعني شدة الوزن والكتلة. إذا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا أن النسبة بي على أم، لاحظوا 10 10 10 10، إذا فهي ثابتة، متفقين؟ إذا ملي كتكون عندي نسبة ثابتة أشنو كنستنتجوا؟ كنستنتجوا انطلاقا من هذا الجدول أن هناك علاقة تناسب بين بي و وأم، علاقة تناسب، ومعامل التناسب هو 10. إذا يتبين من خلال الجدول، أستنتجوا من خلال الجدول، يتبين من خلال الجدول أن هناك علاقة تناسب بين بي و يعني بين شدة الوزن والكتلة، متفقين؟ ويرمز دائما ملي كتكون عندنا علاقة تناسب كيكون عندنا معامل التناسب، ويرمز لمعامل التناسب ب كنرمزو له بواحد الحرف جي، وهذا الحرف جي يسمى شدة مجال التقال، شدة مجال التقال. وبالتالي شنو غيصبع عندي؟ وبالتالي أو يمكن أن نكتب، ويمكن أن نكتب إذا يمكن أن نكتب إذا أش غنكتبو انطلاقا من هذا؟
نكتبو بي على ام تساوي جي، بي على ام تساوي جي، ومن فإن إذا شنو يصير عندي؟ بي تساوي ام في جي، إذا غتولي عندنا بي، العلاقة اللي كنبحثو عليها بي تساوي ام في جي. إذا العلاقة اللي غنصبع عندنا، العلاقة الأخيرة اللي غنحصلو عليها، يعني العلاقة اللي كنبحثو عليها بين شدة الوزن والكتلة هي كالتالي: بي تساوي ام في جي، يعني شدة الوزن تساوي الكتلة في واحد التابع تجي كتسمى شدة مجال التقارب. إذا حيث بي ثلاثة بي شدة وزن الجسم بي ام كتلة الجسم بي و جي شدة مجال التقارب بي. إذا بي شدة الوزن بي نيوتن، ام كتلة الجسم بي كيلوغرام، و جي شدة مجال التقارب بالنيوتن على كيلوغرام. إذا هذه العلاقة، لاحظوا أن هذه العلاقة بي تساوي ام في جي، فبي هي شدة وزن الجسم بنيوتن، ام كتلة الجسم، وجي شدة مجال التقارب نيوتن على كيلوغرام. هذه العلاقة اللي كنبحثوا عليها من خلال هذه الفقرة. إذا الآن غننتقلوا للفقرة الثالثة. إذا قلنا بأن شدة يعني الوزن ماشي هو الكتلة، يعني حنا كنخلطوا بين الوزن والكتلة. إذا الآن غادي نشوفوا شنو هو الاختلاف بين الوزن والكتلة انطلاقا من واحد النشاط. واحد النشاط عندنا الصفحة 120 متفقين، نشاط وثائقي يعطي الجدول التالي: نتائج قياس كتل وشدات أوزان ثلاثة أجسام A و B و C بأماكن مختلفة، أقارن معطيات الجدول وأجيب عن الأسئلة. إذا لاحظوا معايا انطلاقا من هذا الجدول هذا أشنو كيتبين باش نشرح شنو يعني كيفاش تمت التجربة في هذا النشاط الوثائقي. إذا شنو داروا؟ خداو ثلاثة ديال الأجسام A B و C متفقين، وخداو معاهم ميزان، وخداو معاهم ديناموميتر. لماذا؟ الميزان لقياس الكتلة في هذه الأماكن المختلفة متفقين، وشد الديناموميتر لقياس شدة الوزن متفقين. وهاد الأجسام تنقلوا بها في أماكن مختلفة، في كل مكان كيقيسوا شدة الوزن ديال كل جسم وكيقيسوا كتلة كل جسم متفقين. شنو لقينا؟ معطيات يعني النتائج ديال الجدول، النتائج يلخصها هذا الجدول. إذا الأماكن هي الدار البيضاء، القطب الشمالي، خط الاستواء، وعلى سطح القمر متفقين. شنو لقينا بالنسبة لجسم A؟ كتلة الجسم A في هذه الأماكن، لاحظوا واحد 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 واحد. إذا لاحظوا الكتلة لا تتغير في هذه الأماكن، رغم تغير الأماكن فالكتلة تبقى ثابتة. شدة الوزن 9.8، 9.83، 9.78، 1.63، لاحظوا على سطح القمر نقصت الكتلة بكثير. نفس الشيء بالنسبة لجسم بي، جوج 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 جميع هذه الأماكن، ولكن لاحظوا شدة الوزن فهي تتغير 19.66 19، ونقصت بكثير على سطح القمر. نفس الشيء بالنسبة لجسم السي، إذا 3 3 3 3، وشدة الوزن لاحظوا تتغير من مكان إلى آخر. إذا أشي كنا نستنتجو من هذا الجدول، هل الكتلة تتعلق بالمكان أو الارتفاع؟ وخا ارتفع مثلا على سطح القمر، واحد الارتفاع معين، هل تتغير الكتلة؟ إذا كنلاحظوا بأن الكتلة واحد المقدار لا ليست له علاقة بالمكان، إذا لا يتعلق بالمكان، فهو مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. متفقين؟ واحد واحد جوج ثلاثة ثلاثة. لاحظوا معي شدة الوزن، شدة الوزن فهي تتغير بتغير المكان، إذا شدة الوزن لها علاقة بالمكان.
إذن كاستنتاج أن الكتلة مقدار ثابت لا يتعلق بالمكان والارتفاع، وشدة الوزن مقدار يتعلق بالمكان والارتفاع. إذن من هنا يتبين أن راه الوزن ماشي هو الكتلة. إذن مقدار ثابت ومقدار يتغير، لا يمكن أن يكون مقدار ثابت هو مقدار يتغير، ما يمكنش يكون. متفقين؟ إذن غادي نكتبوا الاستنتاج اللي خرجنا به من هنا. إذن الاستنتاج الكتلة مقدار ثابت، مقدار ثابت لا يتعلق بالمكان والارتفاع، لا يتعلق بالمكان والارتفاع. أما شدة الوزن مقدار غير ثابت، مقدار غير ثابت، غير ثابت يتعلق، يتعلق بالمكان هو الارتفاع. إذا الكتلة مقدار ثابت يتعلق بالمكان والارتفاع، وشدة الوزن مقدار غير ثابت يعني له علاقة بالمكان، يعني يتغير بتغير المكان، إذا غير المكان يتغير شدة وزن الجسم، أما الكتلة فهي مقدار لا يتغير. إذا بالرجوع إلى هذه العلاقة، إذا بلاحظوا مقدار غير ثابت يتغير يتعلق بالمكان، أم مقدار ثابت. إذا باش تكون عندي بي تتغير، إذا الجي حتى هي تتغير، إذا هناك علاقة تناسب، هناك تناسب اضطرادي بين بي والجي، إذا تغيرت بي تتغير الجي، إذا ازدادت بي غتزاد الجي. متفقين؟ إذا بما أن بي تتعلق بالمكان، إذا كذلك الجي حتى هي من هذه العلاقة كتبين أن الجي تتعلق حتى هي بالمكان. وبالتالي فهذا الجي شدة مجال الثقالة هي التي تميز المكان. متفقين؟ إذا بغينا نعرفوا المكان اللي تمت فيه التجربة، فلا درنا شي تجربة ونعرفوا المكان اللي تمت فيه التجربة، يجب تحديد الجي، لأن الجي هاد شدة مجال الثقالة هي مقدار يميز المكان، كل مكان عنده واحد ثابتة جي تميزه، مثلا الأرض عنده على سطح الأرض نجد 9.8 نيوتن على الكيلوغرام، القيمة الحقيقية على سطح يعني على سطح الأرض. وسطح القمر نجد 1.63 نيوتن على الكيلوغرام. إذا كل مكان هناك عنده واحد ثابتة جي اللي كتميزه. متفقين؟ إذا ولاستغلال هذه العلاقة كما كتعرفوا باش تستغلوا هذه العلاقة كنديروا المثلث. لاستغلال هذه العلاقة إذا العلاقة هي بي تساوي ام في جي، بي تساوي ام في جي. إذا لاستغلال هذه العلاقة كنصيبوا هذا المثلث هذا، كنديروا هنا بي وهنا ام وهنا جي. إذا إذا كنا باغيين نحدو بي فذاك العلاقة هي بي تساوي ام في جي، وإذا كنا باغيين نحدو ام، ام تساوي بي على جي، ام تساوي بي على جي، وإذا كنا باغيين نحدو جي فجي تساوي بي على ام، بي على ام. إذا العلاقة غنسميوها واحد، علاقة اثنان، وهذه غنسميوها العلاقة ثلاثة. إذا ولكن مثلا السؤال اللي كيطرح لنا، ما هو المكان الذي تمت فيه التجربة؟ متفقين؟ أو المكان الذي يوجد به الجسم اللي عطاونا الكتلة ديالو. إذا شنو كنديرو؟ كنحدو الجي. إذا بغينا نعرفوا المكان كنحدو الجي، جي تساوي بي على ام، كتكون عندنا بي وكتكون عندنا ام. وانطلاقا من الجي كنقارنوا الجي في كيعطيونا هما شدات مجال الثقالة بالنسبة لأمكنة مختلفة، وكنشوفوا شكون المكان اللي هالجي اللي خرجت لينا تطابقها، وبالتالي كنحدوا المكان اللي تمت فيه التجربة. و
بهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم لهذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.